هذه درجات السيارات اللي لفوه فيها العالم. احلى شيء يا جماعه الخارطه، يوم تيجي ترسم عليها سياراتك ورداتك. يا سلام. الرحال الباكستاني منير، انا لخصته صراحه في 10 نقاط سريعه بتكلم وياكم فيها. هذه وايد صعبه. رقم 9، نتكلم خل غيرك يستفيد. مساكم الله بالخير يا جماعة، أنا جاي الله يسلمكم معرض الرحالين العالميين في حديقة مشرف الوطنية. يا سلام الله، درجة حرارة 18، جي حسيت عمي كأني دشيت في فريزر، ما شاء الله. هذا المعرض الله يسلمكم أحب أشوفه إن شاء الله، صوركم إياه كل شيء. توقع يا جماعة الخير وصلنا، توقع إن شاء الله حصل لي مكان قريب هناك أسميه في نص الحديقة. وصلنا الله يسلمكم هني، رحالة الإمارات. أوقات أقدر أصور فيها، في أوقات ما أقدر أصور فيها. هناك تورتك الله يسلمكم، بسير لهم عقب شوي، لكن بندش داخل وياكم الحين. الفرنسي ديفيد يقول حول العالم، درجة الهوائية والطاقة الشمسية، قطع القارات 5 خلال 5 سنوات، 29 دولة، 43,000 كيلومتر. خبيصة الشيخ سعيد الزيب خبيصة. خبيصة لا. والمغامر البريطاني كارل بوشباي، 48,000 كيلومتر حول العالم مشيا على الأقدام خلال 20 سنة. أي شوفوا كيف يا جماعة، لا من هني لف العالم ورد مرة ثانية وصل. هذا الرحال الكويتي انور العازمي. امسك حول العالم بالسياره والدراجه الناريه، 24 سنه، 6 دولة في 4 قارات، ما شاء الله. هذا شوف الدراجة، يلا تعالوا. هذا الاحمر كله عباره يا جماعه عن شيء. هذا الفريق الثاني الله يسلمكم، فريق دبي رايدرز، اكثر من 62,000 كيلومتر، اكثر من 45 دولة حول العالم. عجيب والله، 40,000 كيلومتر خلال 20 سنة مشي. هذا هو الرجال. هاي الخارطة اللي لفها. هذا عرف الرجال مشى على السدير حول العالم على ظهر دراجة نارية والطائرة، أكثر من 50 رحلة حول العالم. هذا الرجال أول واحد صار نيوزيلندا الدراجة، أنا أتابع طيار ما شاء الله عليه. هذا هاي صورة في نيوزيلندا مش على السديل، الله يعطيه الصحة والعافية. هذا بعد لاقينا وياهم في معرض الصيد الفروسية في أبو ظبي، عبد الله الحارثي ما شاء الله عليه ونعمة. رحال المغربي يوسف الهواس حول العالم دراجة الهوائية والطاقة الشمسية، 40,000 كيلومتر. هذا الشيء كالمعنى. هذا خط الرحلة ماله السيكل، عجيب عجيب عجيب. فزاع الحبسي سعيد
الطريق حول العالم بالسيارة من أبو ظبي للعالم 32,000 كيلومتر. هذيك الإمارات بعد هذا تابعة ما شاء الله عليه. أحلى شيء يا جماعة الخارطة تي ترسم عليها سياراتك ورداتك. يا سلام. بعد عندنا ما شاء الله رحال منير بهاتي حول العالم السيارة سفر جوا. السلام عليكم مستر مريض. Nice to meet you. Thank you very much. I'm mini traveler. When you start? I will speak in Arabic first, then I will go to English. Okay. يعطيكم العافية جماعة الخير. أنا في معرض رحال العالمين ويا الرحال منير جزاه الله خير من باكستان ما شاء الله عليه. مستر منير, nice to meet you here in Thank the you very much. Exhibition and nice to have some information from you about your experience from the 86 countries. It's welcome. Inshallah. And anytime 24/7 you can call me, you can ask me, and if you visit to British Columbia, which I recommend for you, I will be there inshallah. Inshallah, inshallah. Thank you sir. Thank you. Thank you مزروعي معروف ما شاء الله عليه. انا تابع بعد انا اخونا بعد رحل قطري سعيد محمد المري حول العالم سيارات 102 دوله 26 سنه 277,000 كيلومتر ما شاء الله. انا رحال مغربي عادل الطيبه اول متسلق الجبال المغربيه يصل قمه كلمنجارو اتوقع هنا ما شاء الله. هاي اللبس مالهم جزاك الله خير الله يرحم ابوك ان شاء الله. تعطيف عندها يعني تستطيع ان تسير في جميع انواع الطرقات الطرقات المعبده وغير المعبده و around the world. I've given talks at Oxford, I've given talks at ETH, I've given talks at Tsinghua, at Beida, at AGC. I've given talks around the world about the SDGs, but most importantly, about what is it we're doing to educate and train and give experience to the هني الله يسلمكم. كالرحال يعرض شو الإنجازات اللي حققها. شوفوا يا رحال شارك كل معارض كوب كوب 22 لو الحفاظ على البيئة والاستدامة والحفاظ على المخلفات والقضاء على المخلفات وغيرها من الأشياء. هذه درجات السيارات اللي لفوا فيها العالم. هاي دبي رايدرز درجات دبي رايدرز الله يسلمكم. وهذا السيكل اللي بالطاقة الشمسية اللي شفناه داخل توا قبل شوي. معقولة؟ هذا هو. شوفوا كيف يا جماعة الطاقة الشمسية. هني هاي بعد سيارة الرحال الباكستاني منير اللي شفناه. شوفوا يا جماعة الخير جمني سوزاكي جمني مخدة ورقاد مرة داخل عدة كاملة ما شاء الله. هذا من أوكرانيا ظني بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا جماعة وشحالكم مساكم طيبين. أول شيء الله يسلمكم. هذا الفلوق إن شاء الله وهذا الفيديو بينزل بتاريخ اليوم تاريخ 1/1/2024. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق يا رب العالمين, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يكتب علينا بداية سنة جديدة وبداية رحلات ومغامرات جديدة. طبعا هذا الفلوق الله يسلمكم ما بيكون عن إنجازات 2023 اللي استوت السنة اللي فاتت أو الإنجازات اللي ناويين نحن نحققها إن شاء الله خلال السنة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. لا, هذا الفلوق بيكون الله يسلمكم تكملة الفلوق اللي توه شفتوه عن
اجتماع الرحالة العالمي السنوي اللي يجري في دبي كل سنة. هذه السنة الثالثة شفنا مجموعة كبيرة من الرحالة العالميين سواء كانوا أجانب أو عرب أو من جنسيات أخرى. الهدف اليوم واضح، الهدف اللي يبون يسوون الجماعة في رحلاتهم كلها من توثيق من كل شيء من كل هاي الأمور كلها عبارة عن، أنا لخصتها صراحة في 10 نقاط سريعة بتكلم وياكم فيها. النقطة الأولى الله يسلمكم، هذه بتشوفونها حين تطلع هنا على يسار الشاشة. النقطة الأولى وجود هدف، هل الرحالة هاي اللي شفناهم عندهم هدف من رحلاتهم هاي كلها وليش يسوون هذا كله؟ شوفوهم وبتعرفون، وأي رحال بيبدأ انطلاقة الرحلات حول العالم أو أي رحلة يبقى يتأكد أنه لابد يكون عنده هدف في الرحلات هذه. رقم اثنين الله يسلمكم موجودة هنا، الإصرار والتحدي. شو يعني الإصرار والتحدي؟ مدام أنا بديت الرحلة وبديت المغامرة وبديت هدفي، حطيت هدفي، هل يسوى أني أنا أضرب خطوط اليوم 500 ألف 2000 10 آلاف؟ شفنا في واحد ما شاء الله 244 ألف كيلومتر، فهل هذا يسوى ولا ما يسوى؟ رقم ثلاثة الله يسلمكم الاستمتاع بالرحلة. لاحظنا الجماعة ما شاء الله عليهم، اللي مصور فوق الجبال، اللي مصور الثلج على خشمه على وجهه عفوا، واللي مصور هو طايح على السيكل، واللي مصور عند البعير، واللي مصور، هل هم مستمتعين في الرحلة؟ استمتع في رحلتك انت وانا منطلق نحو انت نحو اكتشاف العالم. الهدف الرابع الله يسلمكم هذوها التوثيق، سواء كانت بصور او فيديوهات. صور كل شيء في الرحلة، لا تخلي شيء، صور كل شيء تمام الرحلة. طبعا يا جماعة خيطر انا اقرا من الورقة هاي اللي موجودة هنا على أساس أن ما تكون الأمور ملخبطة عندي، سجلتها في هذه الورقة. تحديد مسار واضح للرحلة. شو يعني مسار واضح للرحلة؟ يعني أنا اليوم في دولة الإمارات باكر بسير عمان، ورا باكر بسير السعودية، ليش أحدد مسار واضح للرحلة على أساس ما أمل في الخط؟ لأن يا جماعة الخير نحن نتكلم عن 7000 5000 10000 20 30 40 ألف، يعني خلال الفترة هذه كلها. وطبعا يا جماعة الخير نربط الهدف الأول من وجود هدف من الرحلة على تحديد مسار واضح على الإصرار والتحدي. يعني اليوم النقاط اللي أنا سجلتهم هذه كل النقاط بتكون مربوطة مع بعضها البعض، على أساس شفنا ناس 24 سنة خذوا هم لفين 4 قارات، في ناس خذوا 20 سنة، يعني هل يسوى؟ هذا سؤال أسألكم إياه. النقطة رقم 6 الله يسلمكم واللي لاحظناها في الفيديو هذا، القناعة بما هو موجود. يعني قناعة بما هو موجود، الحمد لله أنا عندي اليوم دراجة، غيري عنده سيكل، غيري عنده سيارة، غيري عنده طيارة، الحمد لله. الواحد يقتنع مدام هو منطلق نحو رحلات حول العالم أو رحلة حول العالم، مقتنع الله يسلمكم باللي موجود عنده. رقم 7 أنا سميت الله يسلمكم من النقاط اللي تعلمتها أنا سفير بلادي. شو يعني أنا سفير بلادي؟ يعني أنا الله يسلمكم سفير بلادي من ناحية الأخلاق، نقل الثقافة، التعلم، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على المكان، التنظيف، الكلام الطيب اللي نقوله، التعامل اللي نسويه مع الناس أو التعامل اللي نتعامل فيه مع الناس، هذا كله يا جماعة الخير يعكس اليوم هل أنا سفير لبلادي أثناء رحلاتي ولا لا؟ سؤال مهم جدا جدا جدا. لما بيقولون فلان أو علان أو محمد أو عبد الله أو سلطان، لا، بيقولون من دولة الإمارات، من كذا من كذا من كذا. النقطة رقم 8 الفخر بالإنجاز. كل الشباب اللي شفناهم في هذا الفيديو فخورين جدا بإنجازاتهم، كانوا واقفين، الأخ منير بهاتي من باكستان، الأخ خليفة موجود، دبي رادرز موجودين، كلهم كانوا فخورين بإنجازاتهم اللي حققوها في هذه الرحلات. 9 هذه وايد صعبة، هذه وايد صعبة. رقم 9 نتكلم خل غيرك يستفيد. أنت سافرت، أنت سرت، أنت دفعت، أنت شاركت، أنت غرست، أنت طحت، أنت وقفوك الشرطة، جواز نسيت، تبغي إقامة، تبغي تأشيرة، تبغي فيزا، تبغي كذا، خل غيرك يستفيد، انقل هذه المعلومة لغيرك. يعني الحمد لله النقاط اللي أنا كتبتهم من توثيق للصور الفيديوهات، إذا أنا اللي موثق فيديوهاتي وكاتب كل شيء فناس غيري بيستفيدون، خل غيرك يستفيد. واعتبرها الله يسلمك صدقة جارية، أعطيت معلومة جديدة غيرك استفاد منها. اليوم قلت لهم لا تطوفون الشارع الفلاني لأن ما في محطة بترول، طوفوا الشارع الفلاني اللي في محطة بترول، هذه صدقة جارية. دليت غيرك على هديته، في حفرة في الشارع، خبرت الناس، إماطة الأذى عن الطريق، فالحمد لله اعتبرها صدقة جارية. وهالله هالله بنقل المعلومات وخل غيرك يستفيد من رحلاتك اللي أنت تسويها. آخر نقطة رقم 10 الله يسلمكم، شو تعلمت؟
شو تعلمت من الرحلة هاي كاملة؟ رحلة الخليج شو تعلمت منها؟ رحلة أوروبا شو تعلمت منها؟ رحلة لفيتها في الصين، لفيتها في أفريقيا، شو تعلمت من هذه الرحلات كلها؟ لازم تخبر الناس شو تعلمت، على أساس أنك أنت سواء على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى الجماعي أو حتى على مجموعة من الشباب اللي طلعوا وياك رحلة، شو تعلمت؟ هذه أبرز 10 نقاط الله يسلمكم من الفيديو اللي بديتوه قبل شوي شفتوه عن مهرجان الرحالة العالمي اللي استوى في دبي. الله يعطيكم صحة والعافية، وأنا بكتب كل نقطة تكلمت فيها على كل جزء من هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك، والله يعطيكم صحة والعافية ومشكورين يا جماعة الخير.